السلام عليكم ورحمة الله. تلبية لرغبات بعض التلاميذ، سنقوم الآن بتقديم بعض التمارين في الرياضيات بالنسبة للعلوم البكالوريا علوم تجريبية. نبدأ بالأعداد العقادية ثم المتتاليات ثم دراسات الدوال وبعض التمارين في النظمات والخاصة خصوصا بالدوال الآن والدوال الأسية الإكسبونونسيال، وسيكون ذلك عبارة عن مراجعة ودعم للاستعدادات لامتحانات البكالوريا. وسنقدم لكم اليوم تمرين في الأعداد العقادية، وهو مختطف من امتحان تجريبي. نص التمرين هو كالتالي: حل في مجموعات الأعداد العقادية السي المعادلة التالية: زد أو كاري زائد جوج جذر مربع 3 زائد 4 يساوي 0. ليكون زد أ وزد دو حلين بالمعادلة أ، بحيث إيماجينار دو زد أ أكبر قطعا من 0، يعني العدد التخيلي لزد أ موجب قطعا. أكتب زد أ وزد دو على الشكل المثلثي. نعتبر في المستوى العقدي المنسوب إلى معلم متعامد ممنظم أو إي في النقطتين أ ذات لحق زد أ وب ذات لحق زد بي، بحيث زد أ يساوي 2 وزد بي هو زد أ. حدد زد إي لحق منتصف القطعة أ بي، ثم احسب معيار زد إي. تحقق من أن المثلث أو أ بي متساوي الساقين. استنتج أرجيمو يعني عمدة زد إي بأنه هو 5 بي على 2 بتردد 2 بي، ثم استنتج كوسينيس 5 بي على 12 وسينيس 5 بي على 12. إذا ديروا الفيديو في مود بوز، حاولوا تفكروا واحد شوية عن قوموا بتصحيح التمرين. والآن سنشرع في تصحيح التمرين. غادي نبقى نمحي شوية بشوية باش نبقاو الأسئلة قدام هنا. إذا السؤال الأول ليكون زد أ وزد دو حلين المعادلة. إذا غادي نحل المعادلة ونسميو زد أ وزد دو هما الحلين تاع المعادلة. إذا تذكير بسيط، إذا كانت عندنا معادلة من الدرجة التالية، فأول حاجة كنحسبو الدلتا لي ديسكريمينون دلتا. دونك دلتا في هذه الحالة دلتا يساوي هنايا كتكون عندنا بحالة أ في الحالة العامة أ زاد كاري بليس بي زاد بليس سي يساوي صفر. دلتا فهي بي كاري موان كاطر أ سي. في هذه الحالة دلتا هي أ عندنا هي واحد، بي هي جوج جدر ثلاثة، إذا هي جوج جدر ثلاثة مربع ناقص أ اللي هي واحد ناقص ربعة في واحد في ربعة. إذا هذه كتساوي أربعة في جذر مربع 3 وكاري اللي هو 3 ناقص 16. إذا 4 في 3 12 ناقص 16 هي ناقص 4. إذا جذر ديال دلتا، نعلم جذر ديال دلتا هو جوج إي أو لا ناقص جوج إي. ونحن غادي نخدمو بواحد باش غادي إذا غادي يكون عندنا الحلول، تنعرفوا الحلول في الحالة العامة ديال هذه المعادلة، هذه هي زاد زاد واحد يساوي ناقص بي زائد جذر مربع دلتا على جوج أ، أو زاد دو يساوي ناقص بي ناقص جذر مربع دلتا على جوج أ. إذا غادي نطبقوا هذه الخاصية هذه في هذا التمرين اللي عندنا. إذا زاد أ يساوي ناقص جوج جذر ثلاثة زائد جذر مربع دلتا اللي هو جوج اي على 2. والحل الثاني هو زاد دو، زاد دو يساوي ناقص جوج جذر ثلاثة دلتا ناقص جوج اي على 2. نختزل ب 2 وغادي يصبح لنا زاد ان، زاد ان كتساوي ناقص جذر ثلاثة زائد اي، زاد دو كتساوي ناقص جذر 3 ناقص اي. وما عطاونا زاد ان هو العدد، هو الحل اللي عنده العدد التخيلي موجب قطعا. اذا هنايا اللي عنده هذا هو العدد الحقيقي وهذا هو العدد التخيلي.
هذا واحد، هنايا العدد التخيلي ديال زاد ا هو واحد، والعدد التخيلي ديال زاد د هو ناقص واحد. اذا بالفعل هذا هو زاد ا وهذا هو زاد د، اذا هذو هما الحلول. دابا غادي نحاولوا نكتبوا هاد زاد ا وزاد د على الشكل المثلثي. المهم ملي تيكون عندنا زاد يساوي ا زائد اي بي، اذا عدد عقدي بحيث ا وبي ينتميان الى ار، وماشي ا يخالف صفر او بي يخالف صفر، ما خاصش يكون ا وبي بجوجهم تيساويو صفر. اذا اش كنديرو؟ كنديرو زاد، كنحسبو المعيار ديال زاد. المعيار ديال زاد هو جذر مربع ا كاري زائد بي كاري. واش كنديرو؟ كنديرو زاد، كنكتبو بحال هكا. زاد هو تنقسمو على المعيار ونضربو في المعيار، هو المعيار ديال زاد مضروب في ا على المعيار ديال زاد زائد اي بي على المعيار ديال زاد. وهنا هذا راه غيكون هو كوس سينيس تيتا، يعني زاد يساوي المعيار ديال زاد فوا كوس سينيس تيتا بليس اي سينيس تيتا، بحيث كوس سينيس تيتا هو ا على المعيار ديال زاد، والسينيس تيتا هو بي على المعيار ديال زاد. اذا هذه هي العمليه اللي غادي نقوموا بها الان. غادي نبداو بواحد بواحد. هذا الشيء ما غاديش نبقاو نحتاجوه دابا، لان درنا صافي لقينا دلتا وجبنا الجذر ديالها وقينا الحلول. دابا غادي نطبقو. دابا كما قلنا غادي ناخدو المعيار ديال زاد ان، هو جذر مربع ناقص جذر ثلاثة او كاري زائد واحد او كاري، وهذا كيساوي جذر مربع، جذر ناقص جذر ثلاثة مربع هو ثلاثة زائد واحد هو أربعة، إذن هو جذر مربع أربعة إذن هو اثنان. إذن المعيار ديال زاد أن راه هو اثنان، وغيكون هو المعيار ديال زاد ب، المهم علينا. إذن غنكتبو زاد أن يساوي دونك هاهي جوج درناها اللي هو المعيار، وغنشدو داكشي نقسمو على جوج، قسمنا وضربنا على جوج ما درنا والو، هي بليس إي على اثنان على اثنان. دابا خصنا نشوفو شكون هي الزاوية اللي الكوس سينيس ديالها. دابا كنلقاو بحال هكا كوس دو جوج كوس سينيس تيتا بليس اي سينيس تيتا، تنقلبو على هاد التيتا هادي. اذا خصنا شي واحد الزوايا نكونو حافظينهم، خصنا نكونو حافظين مثلا مثلا 30 الزوايا 30 45 60 90، خصنا نكونو حافظينهم هادو هما الزوايا. هنايا نديرو مثلا الكوس سينيس كوسينيس وهنايا سينيس. مثلا تنبداو كوسينيس 30 كاينه 3 هنايا، هي جذر 3 على 2، من بعد 45 هي جذر 2 على 2، وهنايا 60 هي 1 على 2، و 90 هي 0. من بعد كنبدا نقلب، مثلا كوسينيس سينيس ديال 30 هو 30 هو 1 على 2، والسينيس ديال 45 هو جذر 2 على 2، والسينيس ديال 60 هو جذر 3 على 2، والسينيس ديال بي على 2 هو 1. المهم هادو خصنا يكونوا محفوظين هادو. اذا دابا غنطبقوا العمليه. دابا عندنا كوسينيس ديال 30 هو جذر 3 على 2، ولكن حنا بغينا ناقص جذر 3 على 2، اذا غنرجعوا للدائره. باش هادشي الا ما كناش حافظينه نحاولوا نجبدوه. دونك 30 راه هي بي على 6. اذا غادي نرسم الدائره المثلثية، الدائرة المثلثية هي هذه، غنرسمها. عندي دابا الزاوية ألفا هي بي على 3، هي على بي على 3، الكوسينيس ديالها راه هو هذا، هو اللي قلنا قبيلة جذر 3 على 2، ولكن أنا باغي واحد الزاوية اللي الكوسينيس ديالها يكون ناقص جذر 3 على 2، إذا شكون هي الزاوية؟ هي هذه، هي هاد الزاوية، هي هاد الزاوية هذه. وهاد الزاوية هادي اشنو هي؟ راه هي بي، إلا خدينا بي ناقص هاد الزاوية هادي ناقص بي على 3، إلا خدينا بي وحيدنا منها بي كلها وحيدنا منها بي على 3، غنلقاو هنايا غنلقاو اشنو غادي نلقاو؟ غنلقاو بي على 5 على 3 على 6، 30 هي بي على 6،
بي على 6 بي على 6 هنايا هي 5 بي على 6. اذا هذه الزاويه هذه هذه من هنا لهنا هي 5 بي على 6. اذا غتولي عندنا زاد ان هي 2 كوسينيس ديال 5 بي على 6 زائد اي زائد اي سينيس ديال 5 بي على 6. خاصنا نقلبوا نلقاو بان السينيس تاع 5 بي على 6 هو 1 على 2. هذه راه 1 على 2. اذا ساهله هنايا هو بي على 6 السينيس ديالو هو 1 على 2، وحتى السينيس ديال 5 بي على 6 حتى هو 1 على 2. الكوسينيس عندهم اللي مقلوبين، هذا موجب وهذا سالب. اذا حنا لقينا دابا الكتابه المثلثيه ديال العدد زاد ان. اذا هذه نقدروا نكتبوها بحال هكا، نقدروا ثاني نكتبوها هي 2 اكسبونونسيال اي 5 بي سور 6، هذا هو زاد ان. وزاد 2 ساهل زاد 2، لان ملي كتكون عندنا معادله من الدرجه الثانيه على شكل ا زاد كاري بلس بي زاد بلس سي ايكال صفر، و ا و بي و سي ينتميان الى ار، اذا كان زاد ان حل يعني سوليسيون حل، فان زاد ان بار حتى هو حل، يعني زاد ان بار لو كونجيغي العدد زاد ان بار حتى هو حل. اذا زاد 2 هو زاد ان بار، اذا زاد 2 هو زاد ان بار، هو 2 اكسبونونسيال موان اي 5 بي سور 6 ديريكتوم. اذا دابا جبدنا الحلول زاد ان وزاد 2 وكتبناهم على الشكل المثلثي مزيان. دونك دابا نحاول نكتبوهم كالكو بار هنا باش نعقلوا عليهم، ربما نحتاجوهم في التمرين. اذا عندنا هنا زاد ان لقيناه هي 2 اللي هو الموديل اللي هو المعيار فوا ليكسبونونسيال ديال اي 5 بي على 6، وزاد 2 هو 2 اكسبونونسيال موان اي 5 بي سور 6. فوالا دونك هادو هما زاد ان وزاد 2 الشكل المثلثي ديالهم. دابا غادي نشوفوا السؤال الموالي. السؤال الموالي شنو هو؟ تيقول لنا لتكون النقطتين ا عندها زاد ا اللحق ديالها هو زاد ا، و بي اللحق ديالها هو زاد بي، بحيث شكون هو زاد ا؟ زاد ا هو 2، اذا نقدروا نكتبوا ديريكتومون ا هي 2 عندها اللحق 2، و بي يعني زاد بي عندها زاد ا، زاد ا اللي لقينا قبيله اللي هو 2 اكسبونونسيال اي 5 بي على 6 اللي تنعرفوا هو ذاك زاد ا ديالنا. هو زاد ان، حدد زاد اي لحق منتصف القطعة ا بي ثم احسب زاد اي. المهم حنا زاد ان دابا شنو كنا لقيناها؟ لقينا زاد ان هي 2 كوسينيس 5 بي على 6، قلنا هي ناقص جدر 3 على 2 بليس اي على 2، لان غادي نحتاجو غير الكتابة العادية. دونك زاد ان قلنا هي ناقص جدر 3 زائد اي. دونك قلنا النقطة اي المنتصف ديال القطعة ا بي اللحق ديالو هذه في الدرس زاد اي تنديرو هي زاد ا، هي زاد ا هو اللحق ديال ا، يعني هو زاد ا اللحق ديال ا زائد اللحق ديال بي مقسومة على 2، هذه في الدرس خصنا نكونو حافظينها. إذا دابا نحسبو زاد ا هو عطاونا هو 2 زائد زاد بي هي ناقص جدر 3، دونك ناقص جدر 3 زائد اي على 2، اذا هذا هو زاد اي، هذا هو اللحق ديال زاد اي، هذا هو اللحق ديال زاد اي، زاد اي بليس زاد ان على 2. فوالا تحقق من ان المثلث او ا او بي متساوي الساقين. دونك اشنو خصنا نديرو؟ مثلث او ا او بي، إذا خصنا نشوفوا المسافة، دونك نرسمو ونشوفوا مثلث أو أ، يعني أو أ بحال هكا، أو أ أو بي، باش يكون هاد المثلث هذا متساوي الساقين، خاص يكون عندنا أو أ تتساوي أو بي. وشنو كتعني هاد أو أ كتساوي أو بي؟ كتعني المعيار ديال زاد أ يساوي المعيار ديال زاد بي. نحسبوا المعيار ديال زاد أ، عندنا زاد أ هو ش هو 2. زاد ا هو 2، المعيار ديال 2 هو 2، وزاد بي قلنا زاد بي شنو هو؟ هو هذا زاد بي، راه هو
جوج اكسبونونسيال اي 5 بي سير 6. المعيار ديالو هو 2، لان المعيار ديال اكسبونونسيال اي تيتا ايكال ا، كيما بغات تكون تيتا تنتمي الى ا. دونك او ا تساوي او بي، اذا المثلث او ا بي متساوي الساقين. ولكن دابا خصنا نرسمو باش نشوفو السؤال الاخر. تحقق من ان المثلث او ا بي متساوي الساقين، واستنتج ارغيمون ديال زد اي هو 5 بي على 12، ثم استنتج كوسينوس 5 بي على 12 وسينوس بي على 12. هنا خصنا نرسمو النقاط او و ا و بي، رسموهم في المستوى العقدي سي، لان تعرفوا السي راه مستوى عقدي. دونك خصنا نرسمو دابا النقاط او ا و بي والنقطة اي اللي هي منتصف قطاع ا بي، وغادي يبان لينا كلشي يبان لينا ساهل. دونك دابا غادي نرسمو هادشي. عندنا النقطة دونك ساهلة، دونك غادي نمحي هادشي هذا، نرسم واحد الشكل وغادي يبان لينا كلشي. عندي دابا هذا هو المستوى العقدي، دونك فيه او اي في، ها او، ها اي، ها في. إذا هذا هو محور الأعداد الحقيقية، وهذا محور ديال الأعداد التخيلية. قلنا النقطة أ عندها لحق 2، إذا غنجيو نحسبو 2، نحطو النقطة أ، هي هذه النقطة أ. النقطة بي هي اللي عندها ناقص بي، قلنا شنو زاد بي، هي هذه، هي جوج إكسبونونسيال إي 5 بي سير 6. دونك النقطة بي هي فوالا، زاد بي هي جوج إكسبونونسيال إي 5 بي سير 6. دونك المعيار نحسبو 5 بي سير 6 تقريبا شحال غادي تجينا. الا بغينا نرجعوها، بي عندنا هي 180 درجة، 180 الا قسمناها على 6 شحال غتعطينا 30، ونضربوها في 5 غتعطينا 150. اذا غادي نمشيو هنا 90 ونزيدو 60، 60 هي تقريبا هنايا. دونك ها هو 5 بي على 6 هي قلنا 150 درجة، وغنديرو المعيار ديال زد بي هو 2. اذا غادي نجيو نحسبو بحال هكا، بحال هكا ونديرو هذا هو، هذا هو النقطة بي، هذه هي النقطة بي، هذه هي النقطة بي، لأن النقطة بي ممثلة ب بالعدد العقدي اللي المعيار ديالو هو 2، والعمدة ديالو هو 5 بي على 6، هذه هي الزاوية 5 بي على 6، اللي إلا حسبناها غنلقاو كما قلنا غنلقاو 150 درجة. مزيان، هذا هو 5 بي على 6، عقلوا عليها. دابا عندنا شنو قالوا لنا؟ قالوا لنا المثلث او ا او بي متساوي الساقين، فعلا، لان هنايا المعيار ديال هذه المسافه هو 2، والمعيار ديال هذه المسافه هو 2. مزيان، اذا هذه المسافه بذلك المسافه، وغنجيو نرسمو مستقيم ا بي، ما عنديش المسطره، مستقيم ا بي والمنتصف ديالو، المنتصف ديالو قلنا هو النقطه اي، لان حنا بغينا النقطة اي، النقطة اي هي اللي كتقسم لينا هذا، النقطة اي. وعندنا هاد او اي هو هاد او اي غيكون هو مادام او ا كتساوي او بي و اي هو المنتصف، فان هاد المسافة هي المسافة هنا، بحال عندنا هنايا كتولي عندنا زاوية قائمة، هنا زاوية قائمة. حنا دابا تنقلبو على المعيار ديال ماشي المعيار، العمدة، العمدة ديال زد اي، ارغيمون دو زد اي. اذا ارغيمون دو زد اي اشنو غيكون؟ غيكون هو هاد الزاوية، هاد الزاوية، وهاد الزاوية هادي شنو هي؟ راه هي المنتصف ديال الزاوية كاملة. اذا اش غيولي عندنا؟ هو 5 بي على 6 مقسومة على 2، هذا كله 5 بي على 6، ونقسمو على 2 غتولي عندنا 5 بي على 12 وديرو 2 بي. اذا السؤال ساهل باين. إذا الأرغيمون دو زاد إي هو 5 بي على 12، يعني 5 بي على 6 قسمنا على 2، لأنه اللي عندنا إي ينتمي إلى لا ميدياتريس ديال لو سيغمون أ بي، لأن أو أ تتساوي أو بي و إي هو منتصف قطعة أ بي. إذا هذا المستقيم أو إي هو منصف الزاوية أو أ أو بي، والزاوية أو أ أو بي كتساوي لنا 5 بي على 6. هذا هو السؤال، ساهل في حتى شي حاجة. إذا دابا عندنا العمدة ديال زد اي،
وعندنا الشكل المثلثي ديال عندنا الشكل الجبري ديال الزاد اي. اذا غادي نديرو ليدونتيفيكاسيون ونجبدو كوسينوس ديال 5 بي على 12. دونك انا رابوليو نذكر بان زاد اي حسبناه قلنا زاد اي هو زاد ا قلنا هي جون هو 2 زائد زاد بي قلنا زاد بي هي زاد بي هي ناقص جذر 3 زائد اي وكل شيء هادشي غنقسمو على 2. اذا شنو ولا عندنا زاد اي لما نكتبو على الشكل المثلثي على الشكل الجبري هو جوج ناقص جذر 3 على جوج زائد اي على 2. اذا غادي نشوفو قلنا المعيار ديال زاد اي راه حسبناه قبيله المعيار ديال زاد اي غادي فين قيدنا المعيار ديال زاد اي حيناه المهم غادي نجبدوه دابا انا نقيدو انا المعيار ديال زاد اي غادي نحسبوه المعيار ديال زاد اي غادي نحسبوه ماشي مشكل المعيار ديال زاد اي هو واحد على جوج وغادي نديرو جذر مربع تاع جوج ناقص جذر 3 او كاري زائد واحد نحسبو هادشي المعيار ديال زاد اي هو واحد على جوج جذر مربع غادي نحسبوها دونك هادي هي 4 ناقص 4 جذر 3 زائد جذر 3 او كاري هي 3 زائد 1 هي 4 اذا غتولي عندي هذه هي 4 زائد 4 8 دونك هي 1 على 2 جذر مربع 8 ناقص 4 جذر 3 يمكن ليا نعمل بواحد الربعه من الداخل تولي عندي هي 1 على 2 4 في 2 ناقص جذر 3 نخرج الربعه من هنايا غتولي جذر الربعه هو 2 في 1 على 2 هي واحد. إذن هذا هو المعيار ديال زاد اي. مزيان دابا هادشي غادي نمسحو ما بقى صالح لوالو نعاود نكتب هادشي هنايا مكاد. دونك زاد اي المعيار ديال زاد اي المعيار ديال زاد اي قلنا هو لأن علاش نحسبو المعيار ديال زاد اي لأن غنحتاجوه باش نديرو الشكل المثلثي كما شرحت لكم. دونك هو جذر المربع ديال جوج ناقص جذر 3. إذا دابا زاد اي كيفاش قلنا غنكتبوها هي المعيار ديال زاد اي مضروب في هذا الشيء مقسوم على زاد اي يعني في جوج ناقص جذر 3 على جوج مقسوم على المعيار ديال زاد اي زائد واحد على جوج مقسوم على المعيار ديال زاد اي هذا الشيء هو اي اذا زاد اي اش غيولي لينا المعيار ديال زاد اي راه هو هذا اللي حسبناه دابا هنايا هو جذر مربع جوج ناقص جذر 3 في هنايا جوج ناقص جذر 3 على جوج جذر مربع جوج ناقص جذر 3 زائد واحد على جوج لأن كاين هاد جوج هنايا جذر مربع جوج ناقص جذر 3 اي وهذا كيساوي ليا هاد الشيء هذا كيساوي ليا قلنا كيساوي ليا زاد اي كيساوي ليا جذر المربع اللي هو المعيار تاع ناقص جوج جذر 3 في هنا غتكون كوسينيس تيتا بليس اي سينيس تيتا. اذا شنو هي كوسينيس تيتا في هذه الحاله اللي لقيناها هي 5 بي على 12 قلنا هي جذر جوج ناقص جذر 3 كوسينيس ديال 5 بي على 12 زائد اي سينيس 5 بي على 12 فوالا. اذا 5 كوسينيس 5 بي على 12 هو هذا العدد هذا. اذا دابا عندنا الاستنتاج دونك غادي نستنتجو كوسينيس 5 بي سير 12 ايكال جوج ناقص جذر 3 على جوج جذر مربع جوج ناقص جذر 3 هذا راه يمكن ليا نختزلها يمكن ليا نضرب هنايا صافي هذه هي جذر مربع جوج ناقص جذر 3 على جوج لان هذا راه باينه هذه دونك هذا راه باينه دونك السينيس ديال 5 بي سير 12 سينيس ديال 5 بي سير 12 هو 1 على 2 جذر مربع 2 ناقص جذر 3 هذا الشيء هو اللي اذا هذا هو النهايه ديال التمرين ونتمنى الله تكونوا فهمتوا هذا الشيء مزيان لان هذا الشيء راه تنظم صعب من الامتحان تاع البكالوريا اذا الا فهمتوا هذا الشيء راه الامتحان تاع البكالوريا غيجيكم ساهل بزاف ومهم حاولوا تبارطاجيو هادشي مع الزملاء ديالكم
وراه كما قلت لكم حاولوا تابوناو في لاشين، لان غادي نبداو نديرو التمارين ديال المتتاليات وديال الدوال وداكشي. مهم مراجعه عامه باش يجيكم امتحان سهل ان شاء الله، و نتمنى الله يكون عجبكم هذا الشيء. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.